تعالوا بقى نروح لجوزيف بلاتر اللي الحقيقه بقاله فتره بيعيش مرحله عاصفه جدا من حياته سواء الشخصيه او حتى المهنيه. قضيه جديده بتواجه جوزيف بلاتر اللي حصل كالاتي: الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قدم شكوى جنائيه ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر واتهموه بسوء الاداره الجنائي، كده بالظبط زي ما بقول لحضراتكم، ودي الكلمات اللي جاءت في هذه الشكوى. السبب يتعلق بمتحف لكره القدم موجود في مدينه زيورخ السويسريه، قالوا ان في 500 مليون فرنك سويسري وده رقم بيعادل حوالي 564 مليون دولار. تم انفاق هذا المبلغ الضخم على المتحف اللي تم افتتاحه عام 2016 في مبنى مستأجر وتم تجديده في وسط مدينة زيورخ، وهي أموال كان من الممكن بل ومن يعني الضروري أن تتم توجيهها لتطوير كرة القدم العالمية. المتحف ده هو مشروع وفكرة بلاتر وكان بيدعم إقامته بمنتهى القوة، وأشار الاتحاد الدولي إلى التورط المباشر لرئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر مع أشخاص آخرين فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات اللي تم توقيعها ذات الصلة بهذا المتحف. أشار الفيفا إلى أن 140 مليون فرنك سويسري دخلت مبنى لا تملكه المنظمة لأنه مستأجر بطبيعة الحال، وأن 360 مليون فرنك سويسري أخرى تشكل إيجار المبنى حتى عام 2045، وهي صفقة تمت بشروط غير مواتية مقارنة بأسعار السوق القياسية. طبعا بيخضع بلاتر أيضا لتحقيقين فيدراليين سويسريين بشأن فترة رئاسته والأمور المالية في الاتحاد، ويعني الحقيقة زي ما كنت بقول لكم كده فترة عاصفة جدا من حياته ومن بس بتكشف الحقيقة فيعني ختامها كويس يعني إلى حد كبير، والشفافية اللي فيها مطلوبة صح هو ده.